رابيل انفون جيتي كنت مؤخرا في الكروسون روج احنا باش نقوموا بالتوزيع باش ندبروا شويه ما كنا نعتمدوا الا على انفسنا كان الغدات ما عرفش الله كافي اون توكا في جوان كنا نخرجوا نروحوا واحد يعطينا دينار واحد دينار واحد نلمهم كامل غير باش كما نشتري لا بتيت روس هذيك نتاع البروميير انترفونسيون البروميير انترفونسيون وباش ندخلوا باش نساعدوا ما كانش مساعدات كيما لا انا نهضر معايا على في الستينيات في الستينيات في بدايه السبعينيات بدايه السبعينيات يعني كان شيء عامل مهم ما هوش كيما اليوم نهضروا بزاف ولكن ممكن النتيجه شويه اقل فعاليه. نتمنى ان شاء الله الجميع يشارك المدرسه المجتمع المدني ككل الوسائل الاعلام المساجد على مستوى خطاب خطب خطاب الجمعه والدروس مهم جدا. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.